صحتك صح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في كارتي القدس كما تشوفوا ذهابة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة رانا اليوم في كارتي القدس، أجواء ما رمضان. رانا عند حبيبنا. واش راك حبيبنا؟ لاباس؟ بخير؟ واش راك مع رمضان هذا؟ واش راك داير فيها؟ ها؟ راك مع رمضان ومع الفضة و... ها؟ الله يبارك. وتخدموا هنا الفضة، تخدموا خواتنا بيان، وتخدموا في رمضان، راك حل بكري شوية. ايه ايه دابا خاطش ما رانا توجور في أجواء رمضان كما راكم تشوفوا ديكور و الله يبارك. الحاله راهي منوعه، ملي دخلوا فيها لي جون تبدلت الحاله شويه. آه. مش كيما لي فيو كيما لي جون، ملي كانوا لي فيو هاو خدمت لي فيو وين يخدمها، مازال الطابله تاع بكري والدنيا تاع بكري، حتى الكرسي تاع بكري. ها هذوك تخدموا فيهم هذو ثاني هنا. جبت راه واحده ولا هكاك هذو تخدموا فيهم هنا. الله يبارك. هاي هاي ما شاء الله ما شاء الله. ومع رمضان كيف راك عقب النهار؟ يعني كان لي كليون شويه في رمضان ولا ناقصه شويه؟ ناقصه شويه في رمضان، الناس ما تتاش بالحوايج هذو، كتاب كروشهم اكثريه بكروشهم. هاي واش تقول الناس راهم يتفرجوا فيك؟ واش تقول؟ صافي لكم ان شاء الله نكملوا بالصحه والهنا. هذاك ما كان، يعطيك الصحه اخويا. كنا عند ماشي ذهب، نقولوا احنا ذهب داوود في كارتي القدس توجور. وش نقول لكم هنا؟ صح فطوركم انتم ثاني. لازم. السلام عليكم. توجور انا توجور في القدس. هذا حانوت زروك. او الحمام. ارواح 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 ارواح. وش الحمامه كاز هذه؟ وش راك تحمي كاز؟ حمامه ربيوها. راح تربيوها. فوت هكذا اختي طريق تربيها. والله غير مليح. واش راك مع الولاد؟ سافا صايمين ولا فاطرين؟ صايمين. الله يبارك. هاي روح هاي هاي. انا توجو في قصي قدس كيما لاصال دي فتاع بكري، دوك ولات جديده، ولات مزيه اخر. عندنا اليزيد قدامي. يزيد كيما تهضر قلنا كيما كلمه هكذاك. واش عندك؟ واش عندنا اليوم؟ واش كاين في كارتي قدس؟ حاجه اللي تفكر لي زونسيان. يا خويا قدس ديما يقعد قدس. ها؟ قدس. ديما يقعد قدس. لي زونسيان تاع القدس. وديما يقعدوا عباد لي زونسيان تاع. سميني تراك اسماوات لي نون فامي. تاع بكري. تاع دوك تاع بكري بونازو كيما نقولوا حنا بونازو وشيري. فؤاد. فؤاد خلينا عمك يعرفوني انا فؤاد. يعرفوك كاين اللي ما يعرفوكش بلي راك مش على بالي على بالي. والله كاين اللي ما يعرفوكش بس احنا نعرفوك بلي راك ولد القدس. على بالي ما ملي دزني على بالو بلي ولد القدس. على بالو بيا. سبحان الله. والله تروح الاخرين والله ما يعرفوك بلي راك هذه الكارتي تاعك. كاينه. سميني ترى لي فامي تاع القدس، سميني ترى. نتفرقوا. الحمداني لعمش العرافي سي بودينار سي يخلف بونازو كما قلت سي عبد الله بن داود محجوب. محجوب الكارتي تاع القدس. بالروميه. ولد بالروميه بيراسي وبكري هارون بوجملين. العرافي. واسمه مقصود. الله يبارك. يعني شرقي. سي نورمال. كاينين بزاف ولاد الكارتي. ولاد القدس. بابا. دزها لفرنسا هذي تروح. يا سيدي هاي راح تروح هاي راح جبتمو هاي رايحة. كيما راكم تشوفوا القدس وعندنا شوف ها. هاك تشوف ها. ولد الكارتي ها. روح من البرومية. يا سيدي. هادو هما ولاد الكارتي. يزيد كلمة صغيرة الأخرى تاع رمضان. صحة رمضانكم. وملاقاة في العيد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. حرارة توجو في القدس.
كم رانا مع لي زونسيان مي لي زونسيان خويا واش راكم بخير؟ لاباس الحمد لله، رمضان مبارك ان شاء الله. لاباس بخير امين رب العالمين. رانا في خير في قدس اليوم يا اخي. الله يبارك. هادو بناتنا، هادي بنتنا بنت بو جميل بنت احمد، واش راكي بخير؟ معرمنا صايمه فطره؟ صايمه الله يبارك. واش تقولي للناس اللي يتفرجوا فيك واش تقولي لهم؟ صحه رمضان الله يبارك. جن بخيره لاباس؟ واش راكم مع رمضان هذا؟ واش راكم مع رمضان؟ واش راكم مع رمضان لاباس؟ راكم صايمين وفاطرين؟ صايمين الله يبارك. قولوا صحه فطوركم للناس اللي يتفرجوا فيكم. صحه فطوركم قاعد. اليوم رانا في كارتي القدس، والقدس الله يبارك راه فيها ولادها. القدس الله يبارك تحمل رمزيه. انا كيما تشوفي هاي ولادها تحمل رمزيه يعني صح الله يبارك. اعطينا كلمه صغيره، اعطينا كلمه صغيره. سعدت بلقائك شيخنا فؤاد في حي القدس العتيق في اليوم الثالث من شهر رمضان. 13 13 من شهر رمضان خويا، والله غير نخجل كي نعود قدام الاضواء خويا، في الكتبه نكتب خويا، لكن كي نعود قدام الاضواء تحكمني واحد القشعريره خويا، خاصة وانا احمل هذا الكيس خويا. تقبل الله صيامك وقيامك ان شاء الله، ولجميع ساكنة رأس الواد حفظكم الله ورعاكم الله يبارك ان شاء الله. كم رحمة الله تعالى وبركاته. رانا توجو في كارتي القدس كما راكم تشوفوا، هذا زاروك من لي زونسيان، حنوت الزروق تاع لي زونسيان. ومعنا شريف، واش راك بخير؟ يا واش راكم نتوما لاباس؟ لا جينا ما فاكونس، جينا نعقبوا رمضان هنايا، ورمضان هذا راني نشوف هنا يعني الغلاب بزاف، يعني من ساكن يعني وين تروح للحمام 170 بطاطا ب 15000، يعني الله يحسن العون تاع الناس هناك راهم يعني يصرفوا كرام ديالهم يعني صعيبة شوية. السميد ما كانش يعني ماشي ما كان سميد، حنا نقدروا نقولوا سميد كان، الشعب لا يدير في الأزمة. دوك المهم الشعب ولا الحكومة هو وما كانش. الخلاصة نتاعو ما كانش. إذا كان الشعب لا راه يدير في المشاكل هذه الله يهديه. والدولة دارت يعني الدولة دارت يعني ما الواحد ما يقولش ما دارش الدولة. ما هي الشعب ثاني، الدولة لازم هي اللي تقوم، هي اللي تعاوز على الشعب هذا اللي راه يقضي في السلعة هذه. صح في الأرض كاين حد مثلا واحد يدي 10 كيلو سميت تكفيه، ينوض يجي زوج خناطر. يدخل المشكل في الطيشه وخليها حتى يزوج الطيشه. راهم خوفوهم ماشي طيشه، راهم خوفوهم الشعب وتروح للدار تلقى عنده باريزومبل 5 بواد نتاع زيت، لا مخبيهم. دوك يخوفوه تولي انت بكري كانت عندك نقولوا اطرتين بارك الله 5 اطرات في الدار في الشهر. دوك راه اصبحت الناس كل دار عندها 5 بواد ولا 6 بواد. صافي ديروا لينا ولينا عند ولاو الناس يديوا في الزيت تاع 5 شهور مخبيه في الدار. وتلقى واحد ما عندوش. واحد ما عندوش. صعب بس راسي وردينا دوك ولينا لور شويه عشنا احنا رمضان بكري. كانت الماكلة يديروها هنا بلا لحم وزي الحالة وزيت بربعية وزيت بربعية ترى برك مش ما بربعية ترى راك كل وقت وقته كل وقت وقته هذاك هذه كانت فهمت كانت النية كانت البركة كانت كان رمضان هذا تاع دين مش تاع ماكلة كاين بعد حاجة نزلية برك ماكلة راهم على بالهم. المهم نقول لكم يا خويا نقول لكم واش نقول لكم نقول لكم ان شاء الله نصوموا رمضان هذا فهمت بالخير ان شاء الله ربي يرفع هذا الازمه على الشعب هذا تاع الزيت وتاع الجزائر ما شاء الله يعني دوله لاباس عليها يعني قضيه الزيت وقضيه هذه ما نهضروش عليها خلاص في دوله تاع الجزائر تروح تهضر في جيت الشاد في جيت هذوك الجزائر متقدمه ورا برجالها ورا هذو اللي راهم يديروا لنا في المشاكل ويديروا لنا في الازمه ان شاء الله ونشوف ربي يهديهم ربي يهديهم والسلام عليكم والسلام عليكم مبروك عاشكم ان شاء الله الامه الاسلاميه والعربيه ان شاء الله يعطيكم الصحه كل عام وانتم بخير والسلام عليكم يعطيكم الصحه. هذه ليكول دو في كارتير قدس توجور، هذا بيت بيرازيو الوالي. واش راكم ديروا؟ واش راكم ديروا؟ راكم قاعدين؟ انا مع سعود. واش راك سعود لاباس؟
بخير راح لعملو الله يبارك توجور قتل قدس هذا قاوة غواس هذا الجردة وادي البلدية كم رحمة الله تعالى وبركاته اليوم رانا عند مون لايت كما راكم تشوفوا رانا داخلين بكشر رمضان هذا اليوم تما رانا لو 13 رمضان 13 رمضان والحلوية توجور محطوطين في ليزيتاجير كما راكم تشوفوها وحاجة مليحة وش حاجة باهية حاجة الله يبارك لاطارت لي باتيسري الله يبارك معنا ما نقولوا هذا شهر رمضان انا نسخف فيكم يا جماعة الله غالب انا نسخف اكثر منكم كونسوم دوكا ناكل كل شيء الله يبارك او ديكور حلويات زينة وكما العادة قلب اللوز كما راكم تشوفوا قلب اللوز سي لو بلا يعني الحلويات يعني تاع رمضان كما الوزلبية كما البقلاوة هذه مخدومة بالميتيلا بيستاش قلب اللوز الله يبارك ما شاء الله هذه لابواط باتيسيري كما راكم تشوفوا فيها ديجا راهي واجده وقاد حاجه فيها كل شيء الله يبارك السلام عليكم رانا نخرج توجو في اجواء رمضان كي دايره ساعه اخي اعطينا الساعه برك كي دايره راهي 23 اكزاكتومون 23 البن مازال كاين مازال كاين عند من خضره بصح مش من خضره دوك ها طالب هو طالب من خضره ماشي صار من خضره دوك ربيهم لا لا هادو ها هادو طالب هو طالب هو نعم والبنت كاينه في السبيات شوف شوف لي طلب واش تقول في البنت تاعهم؟ ها واحد اي لا هاي وربي يبقى لكم مستر ان شاء الله امين رمضان هذا امين اي والله يضحك هذا ويضحك هذا واش هي ليك تضحك ليك تضحك والله غادي نروح دلق لعمك هذا واش راك بخير هاك تاخر ماك تاخر قولوا ادرى معك ولا اقرا قولوا هاك تاخر هاك تاخر هيا سيب هاي معليش هاي شات شات الفورشات هاي تمشي حرك روحك خويا وش يعطيك؟ كي نحسن خويا اعطينا فورشات خويا لافورشات لافورشات الكويار ولافورشات ازرب هاد لافورشات باش يشوفوا العظم كيفاش يطلع جيبها بالفرنسي العظم كيما نقولوا بالفرنسي خويا لوس هو احنا نقولوا العظم اي سيب لك يسكت عليه ويقعد بلا عشاء شكون سكتت على مرتب بويك ها ها خويا ها لا باش من هذاك هذا كيفاش ياسها يا ناس لك كبيرة ها شوف شوف خويا شوف ها الله يبارك العظم خرج وحده بيبي لو يعاود لك ها يس ها يس غلف له وسام غلف له وسام غلف له ويبرد ال خرج له ال كيفاش ياسك توجور معها فاضي اليوم عندنا مفاجآت كبار بس نوريك واحد البلاطو وكذا ارواح ماما حنان ارواح وراك شمشوم وراك اقعد فما وراك ذعلوك وراك اليوم قالك الحوت وقول ورينو وبعد غدوة الدجاج